بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الدرس الماضي أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب المناسك، ونبدأ اليوم بكتاب الجهاد. وهذا الكتاب هو الفاصل بين العبادات والمعاملات. وقبل أن نبدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، هناك مسائل لا بد من التنبيه عليها ليظهر لنا بعض المسائل المتعلقة بها من ألفاظ المصنف رحمه الله تعالى. أول مسألة معنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يجعل كتاب الجهاد بعد المناسك أو الحج وقبل المعاملات، وبعضهم كالخرقي يجعله في آخر أبواب الفقه. والمعنى في تقديم كتاب الجهاد وإلحاقه بالعبادات أنه فيه جزء كبير مما يتعلق بالعبادة والتوقيف، ولذا ناسب أن يكون ملحقا بالعبادات. هو ملحق بالعبادات وليس هو من أركان الدين، فقد ثبت في الصحيح أن أركان الإسلام خمسة، وجاء في المسند من حديث ابن عمر أنه لما عد هذه الأركان الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: والجهاد؟ قال: نعم، الجهاد عظيم، ولكن هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الفقهاء هذا الباب بين الحج وبين البيوع فائدته أنه فيه شبه بالعبادات من جهة توقيف كثير من أحكامه. والأمر الثاني أن فيه جزءا من المعاملة مع الغير، مثل أهل الكتاب ومن في حكمهم كما سيأتي معنا، فهو نوع معاملة، فلذلك ناسب أن يكون فاصلا بين العبادات والمعاملات. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا أن الجهاد من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله. وقد أفرد كثير من أهل العلم مصنفات منفردة في فضله، كابن أبي عاصم وأبي القاسم الطبري، وقبلهم جميعا الإمام عبد الله بن المبارك الخراساني رحمه الله تعالى، وكثيرون كأبي القاسم بن عساكر وغيره. وهذه الكتب كلها مفردة مسندة بأسانيد مصنفيها إلى من رواها. ولكن هنا قاعدة مهمة في قضية فضائل الأعمال، فإن القاعدة كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن الحكم على عمل بكونه فاضلا لا يكون على سبيل الإطلاق، وإنما هو باعتبار أوقات وأزمان مخصوصة. ولذا تفريعا لهذا المبدأ، فإنه من المتقرر عند الجميع أن قراءة القرآن أفضل الذكر وأفضل ما لهجت به الألسن هو قراءة القرآن. ومع ذلك فإن قراءة القرآن منهي عنها في الركوع وفي السجود، وإنما أمر العبد بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه أو في الدعاء أو بالدعاء في السجود. إذن فعندما نقول إن الجهاد من أفضل الأعمال هو كذلك، إلا أو بأمرين: عند وجود موجبه، والأمر الثاني إلا في مواضع مستثنات يكون غيره من الأعمال في وقتها أفضل ولا شك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وهي معنا ستؤثر معنا في مسألة الرباط بعد قليل، أن هذا أن 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 الجهاد ذكر أهل العلم أنه على نوعين، أن الجهاد ينقسم إلى نوعين. النوع الأول الجهاد بالمعنى العام، وهو كل ما كان فيه نصرة للإسلام ودفع لضير وقوة أعدائه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الكفار بسنانكم وبألسنتكم. فدل ذلك على أن اللسان بالدعوة وبتعليم العلم وبالرد على أهل البدع وغيرها أنها من الجهاد في سبيل الله. وهذا المعنى له أثره في الفقه،
وقد سبق معنا في كتاب الزكاة أن مصرف في سبيل الله ألحق به أهل العلم من كان لم يحج أو يعتمر عمرة الإسلام، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله، ولذلك صرف الفقهاء له مصرف الزكاة كما سبق معنا في كتاب الزكاة. المعنى الثاني من الجهاد هو المخصوص بهذا الباب، وهو جهاد اليد بالمقاتلة وما في معناها. ولنعلم أن الجهاد باليد بالمقاتلة وما في معناها ينقسم إلى نوعين أيضا، جهاد مقاتلة وجهاد رباط. ولذلك اختلف أهل العلم في أي النوعين أفضل، أهو المقاتلة أم الرباط. وقبل أن أتكلم بإيجاز عن أيهما أفضل، لابد أن نعرف أن المقصود بالجهاد إنما هو المقاتلة للقتل، فليس المقصود القتل، وإنما المقاتلة لأجل إعلاء كلمة الدين. وفرق بين الكلمتين، فإن فرق بين الأمرين واضح، وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يخطئ أخطاء كثيرة تتعلق بهذه المسألة. وقد جاء عن كثير من أهل العلم أنه فضل المرابطة على المقاتلة، ومن أولئك ابن عمر رضي الله عنه، فإنه جاء عنه بإسناد صحيح إن لم أكن واهما عند ابن أبي عاصم أنه قال إن الرباط أفضل من المقاتلة، لأن في الرباط حفظ للمهج، وأما في المقاتلة فإنها فيها إتلاف لها، والمقصود الحفظ مقدم على الإتلاف كما ذكر ابن عمر أو نحو مما قال رضي الله عنه. المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف رحمه الله تعالى، أن الفقهاء لما ذكروا كتاب الجهاد إنما ذكروا تبعاته وحواشيه، ولم يتكلموا عن الجهاد إلا شيئا يسيرا، فتكلموا عن تبعاته من الغنيمة والسلب والتنفير وما في حكم ذلك، والغال وما في حكم ذلك، والأمور الحواشي الملحقة به كأحكام الخراج وأحكام أهل الذمة والأراضي الخراجية وغير ذلك من الأمور التي لا تعلق لها بذات الجهاد، وإنما كان كلامهم عن الجهاد شيئا قليلا. وإذا نظرنا في كتاب الذي معنا ربما هو سطران أو ثلاثة، والسبب في ذلك أن هناك أبوابا من الفقه قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها مناطة بولي الأمر، ومن هذه الأبواب باب التعازير، فأنت إذا نظرت باب التعزير ستجده بابا صغيرا إلا أن يتفرع تفريعات يعني ليست من ذات التعزير. والأمر الثاني باب الجهاد، فإن الفقهاء متفقون أنها مناطة بالمصلحة كلا الأمرين، وهي مناطة بالحاكم، ولذا فإنهم يكتفون بتعليقه بأمر ولي الأمر، ثم يكتفون بذلك في قضية كثير ما يتعلق بذاته، ما عدا ذلك من التفصيلات هي التي يحشونها، وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية، أي أن الجهاد جهاد المقاتلة فرض كفاية. ومعنى قولنا إنه فرض كفاية أي أنه إذا جاءت الحالات التي يسقط فيها الوجوب، وسنتكلم عن حالات الوجوب بعد قليل الثلاثة، فإنه يكون مندوبا وتطوعا في حق غيرهم، وسيأتي حالات الوجوب الثلاث بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، فإن قول الفقهاء إنه فرض كفاية أو ما في معنى ذلك ليس معناه أنه يجب في كل حين، وفي معنى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى قيام الساعة، ليس معناه أنه يجب في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم وأسبوع أن يكون هناك جهاد مقاتلة. والدليل على ذلك كما ذكر ابن رجب أمران: أمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو إلا 13 غزوة، وما عدا ذلك فلم يكن غازيا، وإنما كان مقيما في بلدته المدينة صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثاني ما كان في آخر الزمان، فإن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان لا يكون هناك جهاد مقاتلة كما ثبت في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوضع السيف، وليس معنى وضع السيف أنه ينسخ حكمه، بل إن الحكم باق إلى قيام الساعة،
وإنما قد يمتنع منه لسبب أو لآخر. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يقول إن الحكم أو إن هذه الشعيرة قد تعطلت أو إن هذه الشعيرة لا وجود لها. نقول لا، الحكم باق إلى قيام الساعة، إلا قول أهل البدع الذين يقولون، وهذه بدعة لم تحدث إلا من نحو 200 سنة أو أقل، الذين قالوا إن الجهاد قد نسخ ولا يشرع الجهاد، وليس كذلك، مثل طائفة القاديانية وما في حكمهم كالطائفة الأحمدية والبهائية، وهؤلاء أهل البدع بل ربما خرجوا من ربة الإسلام بالكلية. فالمقصود من ذلك أن الجهاد كحكم باقي، وليس معنى أن بقاء حكمه يلزم وجوده في كل لحظة ولا بد من إيجاده، لا، المقصود منه أن الحكم باق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم ووادع المشركين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع السيف ولا يكون هناك قتال في عهد عيسى بن مريم، وهو أفضل عهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المسلمين، هو عهد عيسى بن مريم، إذ هو نبي من أنبياء الله عز وجل. إذن عرفنا معنى فرض الكفاية، وأن المراد من حيث الحكم لا اللحظات بعينها. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحالات التي يجب فيها المقاتلة، والحالات 4، ذكر 3 وترك 4 سأذكرها بعد انتهائها. قال: ويجب، أي ويجب الجهاد على الأعيان، على من توفر الشرط فيه بأن كان ذكرا مسلما بالغا مكلفا لا عذر له. إذن يجب أن يكون هو من وجه له الخطاب الشرعي، يعني ممن لا عذر له وهو البالغ، وممن لا عذر له، وأن يكون ذكرا مسلما مكلفا صحيحا في بدنه. الحالة الأولى التي يجب فيها الجهاد، قال: يجب إذا حضره، أي إذا حضر المرء الصف بأن كان مصافا في قتال، فلا يجوز التولي من الزحف، وهذا من أعظم الكبائر. وقد قال الله عز وجل: ولا تولوهم الأدبار، ونهى الله عز وجل نهيا مؤكدا عن تولية المقاتلين أو الكفار الأدبار. طيب، قال: ويجب إذا حضره، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال: أو حصر بلده عدوا، أي حصر بلد المرء المسلم الذي ذكر بشروط ذكرناها قبل قليل، حصره عدو بأن اعتدى عليه، وهذه بإجماع أهل العلم لا خلاف فيها. وهذا النوع من القتال هو الذي يسمى بجهاد الدفع، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله أو دون عرضه فإنه يكون شهيدا، وهذا من حصره العدو. هنا مسألة ذكرها بعض فقهاء المذهب في قول المصنف، هنا نخرجها معه وإن كان الذي قالها قبل المصنف وهو ابن هبيرة، في قوله: أو حصر عدوه، أو حصر بلده عدو، أن هذا العدو الذي يشرع قتاله ويكون قتاله من الجهاد في سبيل الله على نوعين: قد يكون العدو كافرا، وقد يكون العدو مسلما. قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، إذ يعجب المرء هل يكون قتال مسلم من الجهاد في سبيل الله؟ نقول: نعم، وقد جاء النص بذلك، فإنه قد ثبت عند ابن أبي عاصم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة من خرج على المسلمين، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال ابن هبيرة بعدما ذكر هذا الحديث: وهذا يدل على أن مقاتلة الخوارج أعظم أجرا من مقاتلة الكفار. نقل ذلك الوزير بن هبيرة من كبار فقهاء الحنابل من أصحاب الوجوه. إذن فقوله: أو حصر بلده عدو، يشمل العدو الكافر والعدو المسلم. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن العدو المسلم الذي سمي خارجيا له 4 صور، له 4 صور قتاله يكون مشروعا ويكون داخلا من عموم الجهاد، ويراجع في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. الحالة الثالثة، قال الشيخ: أو استنفره الإمام. استنفره الإمام أي أمره بالنفير والمقاتلة، وقد قال الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض، فدل ذلك على وجوب
القتال على من استنفر بعينه، إذا استنفره الإمام بعينه فإنه يجب عليه المقاتلة. الحالة الرابعة مما لم يذكره المصنف ما ثبت عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: كان الجهاد والمقاتلة واجبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عنه. قال: وأما أنتم فلا إلا أن تستنفروا. ثم ذكر يعني صورة من صور وجوب الجهاد وهي الحالة الثالثة. إذن والمصنف إنما ذكر الصورة الرابعة لعدم الفائدة منها، فإنما هي كان من الأحكام الخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التغت بعد ذلك. يقول الشيخ: وتمام الرباط 40 ليلة. هذه هي المسألة التي أردت أن أبينها في أول الكلام، أن الرباط من الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فضل الرباط على الجهاد، أعني بالجهاد جهاد المقاتلة، أعني به المقاتلة. فقال مصنف: وتمام الرباط 40 ليلة. المراد بالرباط هو لزوم الثغور للحماية، لزوم الثغور للحماية بأن يكون في طرف قد يدهم المسلمين منه عدو، وبينا قبل قليل أن العدو أمر شامل، فإذا كان في ذلك الموضع فإنه يكون مرابطا. وقد ألف جماعة من أهل العلم رسائل مسندة في فضل الرباط بخصوصه، في فضل الرباط بخصوصه. قال: وتمامه 40 يوما. لما خص بال40 يوم؟ قالوا: لما روى الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رابط 40 يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي أظن رسالته في فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله عز وجل. طيب، قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هذه يعني تفريع على قضية التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين، فإنه إذا لم يكن الجهاد فرض عين في الحالات الثلاث السابقة فإنه يكون فرض كفاية إذا وجد موجبه، لابد من التقييد بهذا القيد. ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا من الأعذار التي سبق أن قيدتها لكم لما قلت ويجب إذا حضره، أي ويجب على من لا عذر له. من هذه الأعذار أن يكون والداه حيين، ولا يجوز لمن كان والداه حيين أن يخرج في جهاد من دون إذنهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قد اكتتب في غزوة وقد ترك والديه يبكيان، قال: ارجع ففيهما فجاهد، فدل ذلك على لزوم إذنهما. قال: وإذا كان أبواه مسلمين، يخرج من ذلك غير المسلمين وهم الكفار، فإنهم لا يعتبر إذنهم وإنما مأمور بالإحسان بهم، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إلا برضاهما وإذنهما، والإذن معروف معناه. يقول الفقهاء: إن هذا الحكم إنما هو خاص بالأبوين دون الجد والجدة، فإنهم وإن كان لهم معنى الأبوة لكن المتعلق بهم الإذن إنما هو الأب نفسه، لأنه أكمل رأفة ورحمة من الجد، هذا من جهة. والأمر الثاني لأن الأب له حق أعظم من حق جده، ولذلك فإنه على مشهور المذهب أن الوصية يقدم على الجد في الولاية، ولاية النكاح. نعم. يقول الشيخ: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. بدأ في ذكر ما يفعله الإمام والجيش، وهذه من الحواشي التي لا تتعلق بالجهاد نفسه وإنما ببعض الأحكام المتعلقة بهم باب الأدب. فقال: يتفقد جيشه عند المسير بأن ينظر فيهم وينظر الأصلح وغير ذلك من الأمور المبنية على السياسة الشرعية. قال: ويمنع المخذل والمرجف. المخذل هو الذي يمنع الناس من القتال ويخوفهم منه، والمرجف هو الذي يخوفهم من عدوهم، والمعنى فيهما ربما يكون متقاربا. يقول الشيخ: وله أن ينثل في بدايته الربع، أي فأقل بعد الخمس. الغنائم التي يغنمها، لنأخذ قاعدة في هذه المسألة مهمة. بدأ الشيخ بذكر أحكام الغنيمة وما يتعلق بها من التنفيذ والسلب وغير ذلك. إذا غنم المسلمون غنيمة
إذا غنم المسلمون غنيمة بعد الحرب في دار حرب، لأن الغنيمة نوعان، إن كانت من حربي في دار حرب فإنها تسمى غنيمة، وإن كانت في قتال مع غير حربي فإنها لا تسمى غنيمة. ما يجوز كسبها ولا ملكها، ما تملك الأموال إلا من باب التعزير بالمال، وهذه مسألة أخرى. وإنما تكون الغنيمة كما سنتكلم عنه بعد قليل ما أخذ من مال حربي فقط، لأن القتال قد يكون مع حربي وقد يكون مع غيره كما سبق وذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله إشارة له. إذا قاتل المسلمون كفارا فإن عقدهم معه عقد جعالة، بمعنى أنهم إذا غنموا استحقوا أربعة أخماس الغنيمة، المقاتلون يستحقون أربعة أخماس الغنيمة، وأما الخمس فإنه يكون لله ولرسوله وللمصالح سنذكرها بعد قليل. إذن حينما يكسبون غنيمة فإنها تكون مقسومة بين الغانمين جميعا، تقسم بينهم، وهذا العقد هو الحقيقة صورة من صور الجعالة، فكأنهم يقولون إذا فزتم فلكم الغنيمة، فقد يفوزون ويغلبون وقد لا يغلبون، فهو صورة من صور الجعالة. هذه الجعالة نص الله عز وجل على تقسيمها وجاءت السنة ببيانه كما سيأتي، لكن جوز لولي الأمر بخصوصه أن يغير في هذه الغنيمة فينفل، بمعنى الغنيمة قلنا خمس، سنأتي عن الحديث عنه، أربعة أخماس تقسم بين المسلمين الغانمين جميعا، يجوز له أن ينفل بأن يعطي البعض الربع فأقل، أي الربع من أربعة الأخماس فأقل إذا كان في البداية، وإذا كان في الرجعة حينما يرجعون من القفول فله أن ينفل الثلث من هذه الأربعة أخماس، فليس له الحق من باب السياسة الشرعية إلا أن ينفل الربع والثلث فقط، الربع والثلث فقط، وما عدا ذلك فإنه يلزم قسمته بين المسلمين، فإنه يلزم قسمته بين المسلمين. وهذا مصداق لما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى أن أغلب أحكام الجهاد أغلبها مبنية على النظر لولي الأمر، ومنها التنفيذ، فإن له الحق أن ينفذ بعض الغازين أو غيرهم هذه الأمور. طيب انظر هنا، نحن قلنا إن العقد عقد جعالة وذكرنا، لكن إن كان المقاتلون يأخذون أجرة، إن كانوا يأخذون أجرة براتب وما في معناه، فإن العقد عقد إجارة، فلا يستحقون من الغنيمة شيئا، وإنما تكون الغنيمة لبيت مال المسلمين كاملا، لأنهم إنما يعني عقد معهم كان عقد إجارة لا عقد جعالة، لا عقد جعالة. واضح هذه المسألة أرجو. طيب إذن يقول وله أن ينفل، أي ولي الأمير أو الإمام أن ينفل، بمعنى أنه يعطي بعض الناس، هذا معنى ينفل يعني يعطيه فوق قسمه في بدايته، أي في بداية القتال الربع فأقل، وليس له أن يزيد بعد الخمس، يعطي الربع بعد إخراج الخمس، فيكون ربع أربعة الأخماس، الغنيمة يخرج خمسها بقي أربعة الأخماس، فله أن ينفل الربع منها فأقل، الذي هو في الحقيقة خمس، لأن ربع أربعة الأخماس خمس، فينفل هذا الأمر فأقل، الخمس المجموع وهو ربع الباقي. طيب قال بعد الخمس، أي بعد إخراج الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، وفي الرجعة الثلث بعده، أي الثلث فأقل. ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع إذا بدأ والثلث إذا عند الرجعة صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ ويلزم الجيش طاعته، أي يلزم المقاتلين أن يطيعوا أميرهم، وذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم أميرا، فقال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، فدل ذلك على لزوم طاعة الأمير الذي يكون على الجيش. قال والصبر معه عند المقاتل وعدم التخذيل وعدم الضعف. قال ولا يجوز سم
ينفل من شاء، إما من المقاتلين بأن يكون أمره مثلا أن يكون حارسا أو أن يقاتل شخصا، أو رأى لشخص شجاعة في بداية أمره فينفله الربع، وعند الرجعة كان حارسا له فينفله الثلث، أو أراد أن ينفل شخصا كان قد أتاه بخبر، كان أعطاه خبر في المقاتلة أو أعطاه شيء مفيد أفادهم في القتال، فإنه له مبني على رأيه واجتهاده، فله حق أن ينفل فيه هذا المبلغ من رأى فيه مصلحة في القتال. طيب، يقول الشيخ نعم ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. طبعا الفقهاء يقولون ولا يجوز الغزو، قالوا ولا إحداث أمر، حتى إن بعض الفقهاء المتأخرين قال ولا أن يحتطب، حتى أن يحتطب إلا بإذنه، أي بإذن الإمام. هذه المسألة من المسائل المهمة التي حكي عليها الإجماع، حكي الإجماع بين أهل العلم على صورة من صور هذه المسألة. ولنعلم كما ذكرت لكم في البداية أن الجهاد متعلق بالسياسة، له تعلق بنظر ولي الأمر ولا شك، ولكن الجهاد له ثلاث حالات. الحالة الأولى، أو أربع حالات إن شئنا، الحالة الأولى في ثلاثة أو أربع ما أدري كم، الحالة الأولى أن يأمر به الإمام، وهذا هو الاستنفار، فيجب طاعته والذهاب معه، هذه الحالة الأولى، فيجب طاعته في الأمر، فمن نص عليه أمر بالنفير فلم ينفر فإنه أتى ترك واجبا عليه. الحالة الثانية أن يمنع الإمام من القتال، شوف، أن يمنع الإمام من القتال، يقول لا تذهب ولا تقاتل، وقد انعقد الإجماع على لزوم طاعته فيه، ومن خالف فقد أثم، وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، فإنه منع من كان معه من المسلمين في المدينة من المقاتلة، ولما اعترض عمر رضي الله عنه فقال أنعطي الدنية من أمرنا، ورأى أنه ذا قوة، راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ندم وقال ما علمت أني فعلت ذنبا أعظم من هذا الذنب، فما زال يعتق رقابا حتى مات رضي الله عنه تلك الكلمة. وقد حكي الإجماع على هذه المسألة اللي هو أنه إذا منع لا يجوز المقاتلة. الحالة الثالثة ألا يمنع الإمام ولا يأذن، ألا يمنع ولا يأذن، يسكت. فهذه فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد، والمشهور في مذهب الإمام أحمد، طبعا فيها روايتان فيها خلاف أيضا عند الشافعية، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إذا سكت فإنه لا يشرع القتال. ودليلهم على هذه الصورة الثانية والثالثة، طبعا استدلوا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد استدل الإمام أحمد بقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا، فذكر إسحاق بن إبراهيم بن هان في مسائله المطبوعة أنه سئل عن الرجل يغزو بلا إمام قال لا يعجبني لا يعجبني، وهذه اللفظة محمولة عند الأصحاب على التحريم في هذا الموضع، قال لأن الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا غزوا بغير إذنه تنازعوا ففشلوا. ولذلك أخذ منها الفقهاء الرواية ذكرت لكم متأخرين أنه لا يشرع حتى وإن لم يأذن ولو بإذن ضمني، هذا واحد. أيضا استدلوا بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قد تكون فيها معنى أن الجهاد أمره موكل إلى الإمام، وجاء عن الحسن البصري في معنى ذلك، وهي أحاديث جمعت الباب، لكن معناها ما جاء عن الحسن مرسلا وجاء وروي مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قاتلوا مع كل بر وفاجر، فقالوا إذن هم ملحق به، وجاء عن الحسن أنه قال الجهاد كذا موكل إلى الإمام، ونسيت لفظ الحديث. طيب، إذن عرفنا الآن قوله ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، وملحق بالغزو إحداث أمر حال الغزو. قال إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبة، يفاجئهم أي يخرج عليهم بغتة ويطلع فجأة، ويخافون كلبه أي يخافون أذاه وشره، فإذا كان مثل هذه الحالة فإنهم يقاتلون، فيكون من النوع الذي سبق ذكره قبله، وهو من قتال الدفع، مقاتلة الدفع. نعم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل الغنيمة، فقال وتملك الغنيمة، والمراد بالغنيمة ما أخذ من مال حربي، إذن الشرط الأول ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، قهرا وليس صلحا وإنما قهرا بقتال. قال وما ألحق به من أرض وما في حكمها.
قول الشيخ وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، هذه الجملة معناها ماذا؟ أنه إذا استولى المسلمون على غنيمة من كفار، لأن الغنيمة لا تكون إلا من كفار، فإنها تملك ويترتب عليها سائر ما يتعلق بالملك من اعتاق ومن جواز وطئ بعد استبراء ومن سائر التصرفات التي تجوز. وبناء على ذلك فإن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمها فإنه لا تقطع يده، والسبب قالوا لأن له حقا في هذه الغنيمة، فيكون حكمه حكم الغال فلا يقطع وإن كانت هي كبيرة من كبائر الذنوب لأن له فيها معنى الملك. نعم. يقول الشيخ وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. طبعا قوله وهي أي يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال دون من عداهم ممن لم يشهد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم الغنائم في بدر وغيرها من المواقع بين المقاتلين، ولم يثبت أنه قسم لأحد إلا لعثمان رضي الله عنه. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة تخلف عثمان مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج عثمان، قال فقسم له النبي أو فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غيره، فدل ذلك على أنه لا تعطى الغنيمة وتقسم وهي أربعة الأخماس إن لم يكن فيها تنفيل، فلا تقسم إلا لمن كان شهد الواقعة دون من عدا. وقوله من أهل القتال أي ممن يقاتل دون غيره ممن حضرها هكذا من غير قتال أو حضرها من غير إذن إمام، فلو منع شخص وحضرها من غير إذن إمام يقولون لا يعطى من الغنيمة لأن حضوره من غير إذن وهكذا. طيب يقول فيخرج الخمس، طبعا أيضا قوله وهي لمن تشمل المسلم والكافر، فلو أن كافرا حضر قتالا بإذن من ولي الأمر فنص فقهاء الحنابلة أنه يعطى مثل ما يعطى غيره من المقاتلين سواسية سواء كان راجلا أو فارسا، وسيأتي بعد قليل. قال فيخرج الخمس، إذن الغنيمة أول ما يبدأ بها يخرج الخمس، وقد قال الله عز وجل في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فنبدأ بأول خمس، الخمس يقسم إلى خمسة أخماس. الخمس الأول لله ولرسوله، ومعنى لله ولرسوله هذه الإضافة إضافة تشريف، فهي تصرف مصرف الفيء لمصالح المسلمين عامة، هذا الخمس خمس الخمس. والخمس الثاني من الخمس الأول الذي هو لله ولرسوله الذي يخمس لله ورسوله علموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيعطى لذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو هاشم. ثم الخمس الثالث يكون بعد القربى يكون للفقراء، فيعطى الفقراء كما يعطون في الزكاة يعطون هنا أيضا. والخمس الرابع من الخمس الكامل يكون للمساكين، والخمس السادس يكون لابن السبيل اليتامى والمساكين، ثم يكون بعد للفقراء والمساكين، ثم يعطى اليتامى، ثم يعطى الخمس الخامس لابن السبيل. طيب قال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. قلنا إن باقي الغنيمة هي أربعة أخماس، إن كان فيها تنفيل فيخرج قبل القسم، وإن لم يكن فيها تنفيل فإنها تقسم كاملة. قال ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة. الفقهاء لما ذكروا الراجل هنا قالوا يشمل كما ذكر صاحب منتهى الإرادات، قال ولو كافرا إذا خرج بإذن فإنه يعطى سهم، إذا خرج بإذن طبعا قلنا كما سبق ما لم يكن المقاتلون أجراء أخذوا أجرة سواء كانوا مسلمين أو غيرهم. قال وللفارس ثلاثة أي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للراجل سهما وأعطى للفارس ثلاثة أسهم لفرسه سهمان وله سهم، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
يقول: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. هذه الجملة معناها أن الجيش الذي لم يحضر القتال ربما كان متأخرا في موضع بعيد أو كان في حراسة، لكنهم كلهم جيش واحد، فبعضهم حضر قتالا وبعضهم لم يحضره، فإنهم يتشاركون في الغنيمة. إذا ليست الغنيمة لمن حضر ذلك القتال نفسه، وإنما الغنيمة تكون لجميع المقاتلين. دليل ذلك ما ثبت عند أهل السنة من حيث عمرو بن شعيب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون يعني يرد متسربهم على قاعدهم، ويرد يعني ذكر أنه يرد الجيش أيضا على السرايا والعكس. قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله. المراد بالغال الذي يأخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها، وقوله يحرق رحله كله المراد بتحريقه أي بالنار، فيحرق رحله كله سواء كان فيه متاعا له أو مالا، وكل ما كان في ملكه فإنه يحرق كله. ومشهور المذهب أن هذا من باب الوجوب، أن هذا من باب الوجوب وليس من باب التعزير. نعم، في رواية المذهب أنها من باب التعزير، فيكون النظر للإمام في فعله وتركه، ولكن المذهب أنه من باب الوجوب، يجب أن يحرق رحله إلا ما فيه منفعة يعني أو محترم. قال: إلا السلاح، لأن السلاح ينتفع به المسلمون، والمصحف لأن فيه إهانة له، وليس بمال ليحرق لأن يده عليه يد اختصاص. قال: وما فيه روح كخيل وغنم وغيره فإنه لا يحرق، ومثله أيضا يترك له ما على بدنه، فما كان عليه من ثوب فإنه يترك له. وكذلك قالوا أيضا: ما نقل ملكه، ما نقل ملكه قبل إنزال العقوبة فإن الملك صح، ولو كان بعد أن غل فإن ملكه نقل الملك صحيح فلا يحرق. نعم. يقول: وإذا غنموا أرضا، بدأ الشيخ بالذكر في أو بالحديث عن الأرض المغنومة، فقال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. هذه مسألة مهمة في أراض موجودة إلى زماننا هذا، وسأذكر بقاء هذه الأراضي بعد قليل. إذا غنم المسلمون أرضا فتحوها بالسيف، الأراضي التي يغنمها المسلمون أو تكون في أرض للمسلمين ثلاثة أنواع: نوع يصالح أهلها عليها فتكون لهم، ونوع يسلم أهلها فيكونون مسلمين فتبقى لهم أيضا لأنها للمسلمين، والنوع الثالث أن تفتح بالسيف. فإذا فتحت بالسيف وهو القوة خير الإمام بين أمور: إما أن يقسمها بين الغانمين فيجعل لكل جزء فيقول لك هذه ولك هذه، وإما أن يجعل الأرض وقفا بين المسلمين. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين حينما فتح الله له خيبر، فقسم جزءا منها بين المسلمين وجعل من الجزء الآخر وقفا على المسلمين أرضا خراجية، وهذه التي تسمى بالأرض الخراجية. من الأراضي الخراجية، اختلف في بعض الأراضي أهي أرض خراجية أم لا، فمن الأراضي التي باتفاق هي أرض خراجية سواد العراق، فإن سواد العراق أرض خراجية، وقد كانت يجبى منها الخراج إلى القرن الثاني، ثم ضيع بعد ذلك، حتى ذكر المقريزي في الخطط أن بعض الخلفاء بني العباس أراد إرجاع الخراج بعد ذلك فأرجعه فترة ثم انقطع، فكان فيه ضعف وكان فيه فساد في أخذه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان له بيت في بغداد، وبغداد من سواد العراق الخراجي، كان له بيت، فكان كل سنة يأخذ قيمة هذه البيت ويجعله في بيت مال المسلمين، فلما قيل له في ذلك قال: إن هذه أرض خراجية فالواجب أن تكون غلتها لبيت مال المسلمين، هي في ملكه، ملكها، اشتراها. سنتكلم الآن بعد قليل أنها ممكن أن ينقل الاختصاص عليها، ينقل الاختصاص، لكن يبقى الأجرة لها. إذن هذا النوع الأول من الأراضي الخراجية سواد العراق، وأحمد كان من ورعه أنه يخرج ملكها. من الأراضي التي قيل إنها أنها أيضا يعني لا يجوز تملكها لأنها فتحت عنوة، وهو مشهور المذهب، قالوا مكة، فإن مكة على مشهور مذهب الحنابلة
لا يجوز التملك فيها، لأن الله عز وجل فتحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عنوة، ولذلك فإنه على مشهور مذهب لا يجوز التملك فيها، وإنما هي أرض وقف على عامة المسلمين. الرواية الثانية أنه يجوز موافقة لمذهب الشافعي. المسألة الثالثة وهذه عند الحنفية فقط، ورأيت فيها كتابا ألف قبل 100 سنة، ذكر بعض فقهاء الحنفية، والحقيقة تحتاج إلى أيضا يعني تأمل ونظر، ولكن عند الرسالة وتحتاج، قالوا إن أرض مصر أرض خراجية، فذكروا أيضا أنها خراجية، وذكروا أن عمرو بن العاص جعلها كذلك، ولكن حقيقة لم أجدها مذكورة في كتب الفقهاء، ولكن عند الحنفية بالخصوص، ويعني أنا أقول هكذا لأني رأيت رسالة طبعت قبل أكثر 100 سنة، ولعلي أتأكد من يعني ما هو مستندهم على هذه المسألة إن شاء الله في محله. إذن عرفنا هذه الأراضي الخراجية، يعني أنها تكون ملك لعامة المسلمين، تكون ملكا لعامة المسلمين، ولذلك فإن الورع كماله بعدم التملك في سواد العراق ولا في مكة، ولا شك أن هذا الورع إن لم يكن واجبا أيضا، طبعا الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية أن هذه الأرض أن الأرض الخراجية إذا أقطعت بعد ذلك جاز التملك فيها، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل سواد العراق ليس ما يسمى بلاد العراق كاملة، وإن يعني السواد حقيقة لا أستطيع أن أحدها لك الآن إلا حدا دقيقا، لعلي أراجع ضبطها وأرد لك إن شاء الله، لكن بغداد منها قطعا، وأما الكوفة فليست منها، الكوفة هي البصرة الحالية تسمى الكوفة، وأما البصرة القديمة التي منها الحسن البصري فإنها المدينة تسمى بالزبير، هي البصرة لأن يوجد فيها قبر الزبير رضي الله عنه، وهذه هي فيها البصرة القديمة، أما البصرة الحالية فهي الكوفة، والكوفة ليست سوادا. سم شيخ، لا ليست أرضا خراجية، صلح جاءها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا نفتح إلا صلح، لما جاء في قصة مع أبي عبيدة فتحت صلحا الشام، ليست أرضا خراجية ولا اليمن. والله أنا عندي الرسالة والآن يعني ذكرت المسألة، لعلي أرجع للمسألة وأبحثها وأرد لكم. اللهم صل على محمد، وين وصلنا؟ نعم، قال خير بين قسمها ووقفها، وقلت لكم أن الشيخ تقي الدين قال إنها إذا وقفت جاز له بعد ذلك قسمها، جاز له قسمها بعد ذلك، هذا اختياره. قال ويضرب عليها خراجا مستمرا، أي إلى قيام الساعة يستمر، يؤخذ ممن هي بيده، أي من كانت يده على هذه الأرض فإنها تؤخذ، وإن لم يكن هو أول من اختص بها، وهذا يدلنا على أنه يجوز نقل الاختصاص في الأراضي الخراجية، فيجوز تأجير الأرض الخراجية، ويجوز أيضا يجوز تأجيرها، ويجوز نقل ملك الاختصاص، ليس ملك الأعيان، الأعيان ما تملك، وإنما يجوز له أن يبيع الأرض الخراجية على غيره ليختص بها، فيجوز بيع الاختصاص والتأجير فقط. يقول الشيخ المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، هذه المسألة التي ذكرت لكم في بداية الباب أن أغلب مسائل الجهاد والآثار المترتبة عليه إنما هي متعلقة بنظر الإمام، مثل التعازير، فإن التعازير نظره عفوا وإثباتا وتقديرا وغير ذلك من المسائل نظره إلى الإمام بخلاف الحدود. وهذه مردها لمسألة مهمة، أن ما كان من باب الوسائل فإن نظره للإمام، وما كان من باب المقاصد فإنه يلزم الإمام فعله، وهذه القاعدة ذكر الشيخ تقي الدين أن ما كان من باب الوسائل فإنما يوكل نظره إلى الإمام، فالتعازير وسائل، الحدود مقاصد لا يجوز لأحد أن ينفيها، ما كان من المقاصد من الجهاد حفظ من الصور الثلاث فإنه يجب مطلقا، ما زاد عن ذلك فهو نفل فيكون نظره لولي الأمر. هذه القاعدة كما ذكرت لكم أو المرد التخريج لأصلها يكون يعني ذكر الشيخ تقي الدين. نعم، قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني في الخراج في تقدير الخراج كم يدفع، وفي تقدير الجزية كم مقدارها إلى اجتهاد الإمام. قال ومن عجز عن عمارة أرضه أي الخراجية أجبر على إجارتها، يجب عليه أن يؤجرها بغيرها، لأن المقصود نفع المسلمين أو رفع يده عنها، وبذلك قضى عمر رضي الله عنه. قال ويجري فيها الميراث، لأن الميراث يجري في سائر الحقوق
سواء كانت أموالا أو حقوقا مطلقة ومنها حقوق الاختصاص والأراضي الخراجية من باب الاختصاص. ثم شرع المصنف الآن رحمه الله تعالى بذكر أحكام الفيء، تكلم عن الغنيمة وتكلم عن غنيمة الأرض وهي الأرض المفتوحة التي غنمها المسلمون وفتحوها عنوة، ثم انتقل الأمر الثالث إلى الحديث عن الفيء. والفيء هو كل مال يكتسبه المسلمون في الجهاد من غير الغنيمة. ثم عدد أنواع الفيء فقال: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال. إذن كل ما أخذ من مال مشرك بغير قتال فإنه يسمى فيئا. قال: كجزية، وهو الذي يدفع على الرؤوس، سنتكلم عنه بعد قليل. وخراج، وهو الذي يؤخذ عن الأراضي، الجزية على الرؤوس، على كل رأس يدفع يعني دينارا مثلا، والخراج على الأراضي. وعشر، المراد بالعشر أو العشر هو ما يعشر مما يجلبه غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، فيجوز تعشيره أي أخذ عشره. وهذا مثل الذي يسمى الآن بالجمارك، التعشير مشروع باتفاق أهل العلم لغير المسلمين. وهل يجوز تعشير تجار المسلمين؟ قولان لأهل العلم، والصحيح كما قرره الغزالي وقرر جماعة من أهل العلم ومنهم المرداوي أيضا أنه يجوز حتى لتجار المسلمين، فيها روايتان في المذهب، وهي الجمارك. الجمارك هي التعشير نفسه، لا شيء لا فرق بينهما. قال: وعسر، وما تركوه فزعا من غير قتال، خافوا فهربوا عنه. وخمس، خمس الغنيمة، قلنا الخمس الغنيمة تخمس لأن لله خمسه وللرسول، هذا الخمس. خمسه ما كان لله ورسوله فإنه يصرف مصرف الفيء، إذن خمس الخمس، خمس الخمس. وخمس خمس الغنيمة ففيء، أي يقسم قسم الفيء، يصرف في مصالح المسلمين العامة، في طرق، في أبنية، في غير ذلك من الأشياء. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أحكام الذمة، فقال: باب عقد الذمة وأحكامها. باب عقد الذمة أي كيف تعقد الذمة ولمن تعقد، وأحكامها أي ما يترتب على عقد الذمة. يقول الشيخ: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتاب ومن تبعهم. عقد الذمة إنما يعقد للمجوس، اليهود والنصارى والمجوس والصابئة لأنهم في معناهم، ومن تبعهم أي ومن تبع هؤلاء، فإن هناك طوائف تنتسب لليهودية وإن لم تكن يهودية، مثل السامرية، وهم طائفة إلى الآن موجودون في بلاد في فلسطين بالخصوص، ولهم مكانهم المعروف إلى الآن. فهذه طوائف يقول لسنا يهودا ولكننا نتبع موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن تبعهم أي وما تبعهم من أموال وموالي ونحو ذلك. الدليل على أن المجوس يعني تعقد لهم عقد الذمة ما ثبت عن النبي صلى الله، ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وقد كان في شرقي الجزيرة العربية وهي هجر الأحساء كان فيها مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منهم الجزية وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طبعا المجوس هم الذين يعبدون النار، قيل إن لهم يعني كتابا ولكنهم حرف وبدلوا دينهم فأصبحوا يعبدون النار. قال: وأهل الكتابين المراد بهم أهل اليهود والنصارى، ومن تبعهم أي في حكمهم، ولا يعقدها إلا إمام ونائبه. هناك عندنا عقد الذمة، وعندنا عقد آخر اسمه عقد الأمان، وعندنا ثالث العهد. العهد، فالذمة لا يعقدها إلا إمام المسلمين دون من عداه، بخلاف الأمان. بخلاف الأمان، فإن الأمان لكل واحد من المسلمين أن يؤمن من شاء من شاء، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني ما دام طبعا بالغا، ذم يعني أمنته امرأة أو رجل من صغار القوم أو من كباره له حق التأمين لشخص، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهانا. هذا الأمان. أما عقد الذمة والعهد فإنهما لا يكونان إلا من ولي الأمر دون من عداه. قال: ولا جزية على صبي. مع ثبوت عقد الذمة يترتب عليها أخذ الجزية، والجزية تقديرها قيل إنها محددة، وقيل وهو الصحيح المذهب
أنها مطلقة نظر ولي الأمر يقدرها، وهذا الذي اعتمده جماعة من العلم بدءا من القاضي بيعلف بعده. قال ولد إلا بيد أنه من 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 أهل الذمة من تسقط عنه الجزية، فقال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها تسقط عن هؤلاء ولا تؤخذ منهم. قال ومن صار أهلا لها بأن بلغ أو عتق أو كان له مال أخذت منه في آخر الحول، وهذا يدلنا على أن الجزية تؤخذ في نهاية كل حول، فهي حولية لا تؤخذ كل شهر وإنما تؤخذ كل حول، والمراد بالحول الحول القمري. طيب قال ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية والخراج لزم قبوله، أي قبول هذا المال، وليس لولي الأمر إذا عقد الذمة أن يتراجع عنها، ما يجوز له ذلك أبدا، لأنه عقد لازم. العقود نوعان، عقود لازمة وعقود جائزة يجوز الرجوع فيها. عقد الذمة من العقود اللازمة، وكذا عقد الأمان والعهد. قال وحرم قتالهم لما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تعطوا الجزية، فدل على أن من أعطى الجزية فإنه يحرم قتاله. قال ويمتهنون عند أخذها، يعني كما يعني أخذ ذلك من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، يعني تؤخذ منهم بالقوة، تؤخذ منهم بالقوة زي اللي يعني يقولون ينترها نتر، تأخذ منه سحبا ما تأخذ منه بلطف، هكذا لمفهوم من الآية التي ذكرها الله، التي يعني أو استدل بالآية التي قالها الله عز وجل. هنا مسألة مهمة، وهي قضية أهل الذمة الموجودون الآن في بلاد المسلمين كثير، فإن كثيرا من بلاد المسلمين فيها يهود وفيها نصارى وفيها مجوس أيضا، والمجوس هم الآن يسمى بالزركش ها كذا أو الزردش، إيه هم موجودون الآن وأغلبهم في إيران، ورأيت يعني بعض منهم لكن يقول نحن قلة، وفي أفغانستان رأيت واحدا منهم يقول نحن قلة. هؤلاء أهم أهل ذمة؟ نقول نعم هم أهل ذمة. هل يدفعون الجزية؟ لا يدفعون الجزية، ولنعلم أن بذلهم الجزية قد تعطل من قرون كثيرة، ليس من سنين بل قرون كثيرة. وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه أنه في سنة 600 وبضع يعني وعدد من بعد 600 في قريب أن بعض الخلفاء أراد أن يرجع الجزية لما تعطلت، ومفهوم هذا أنها تعطلت قبله بسنين كثيرة، فهي متعطلة من سنين كثيرة، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم أنهم خرجوا عن كونهم من أهل الذمة. وهذا الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، فإنه ذكر أن ولي الأمر إذا أسقط الجزية عنهم، طبعا لا شك أنه ما يجوز إسقاطها بغير مصلحة، لكن لو أسقطها لأمر أو لآخر بضعف أو غيره فإنه لا يخرجون عن حكم أهل الذمة، لكن يجب حال القوة أن يكون عليهم الجزية. هذا كلام القيم في أحكام أهل الذمة. نعم يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل بما يتعلق بأحكام أهل الذمة، ذكرنا العقد والآن نبدأ بالأحكام. قال ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، يعني أن الإمام يأخذهم بأحكام الإسلام في أنفسهم وأموالهم في بيعهم وشرائهم وفي عرضهم، بأن يعني لا يجوز استباحة عرضهم، وإقامة الحدود عليهم، فيقام الحدود عليهم، كل حد يقام على المسلمين يقام على أهل الذمة مثله. قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، قد يكون بعض أهل الذمة يجيز شيئا رتب الشرع عليه عقوبة، مثل النصارى يبيحون شرب الخمر، فلو أن نصرانيا شرب خمرا لا نقيم عليه حد الخمر اللي هو حد شرب الخمر، لأنهم يرون حله. ومثل المجوس الذين يرون نكاح المحارم، فإن المجوس يجيزون أن المرأة يتزوج أمه وبنته وأخته، فإن المجوس إذا فعلوا ذلك فإنه لا يقام عليهم حد الزنا، ويقرون على دينهم الباطل ولا يعني ولا يمنعون منه، لكن إذا أسلم أحد منهم فيجب التفريق أو تحاكموا إلينا. قال ويلزمهم أي ويلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير الخيل، غير الخيل من البغال ونحوهم، بغير سرج بإكاف، يعني يضع خرقة ولا يضع سرج،
ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح الله عز وجل له الشام كتب شروطا بين المسلمين وأهل الذمة، وهذه الشروط تسمى بالشروط العمرية، وكل ما ذكر هنا مبني على هذه الشروط. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحها في أحكام أهل الذمة، والمبني وهي مبنية على أو هذه الأحكام مبنية على هذه الشروط. والخلال أبو بكر الخلال من كبار الحنابلة له جزء طبع في تتبع أسانيد هذه الشروط العمرية، في تتبع أسانيدها، وطبع هذا الجزء في تتبع أسانيد هذا الكتاب، هذا 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 الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه، وكل هذه الأشياء جاءت الشروط العمرية. قال ولا بداءتهم بالسلام. مسألة بداءتهم بالسلام هذه أشكل في الزاد، في الزاد، لأن في بعض النسخ الخطية وبداءتهم بالسلام أي ويجوز بداءتهم بالسلام، وبعض النسخ ولا بداءتهم بالسلام. والأوفق لمشهور المذهب عند المتأخرين أن تثبت اللا، فإن المتأخرين ينصون على أنه يحرم بداءة أهل الكتاب بالسلام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم، ولذلك قالوا إن هذا الحديث محمول على التحريم. وعلى لفظة أخرى وهي الإثبات وبداءتهم بالسلام أنه يعني تكون معطوفة على ولهم، ولهم بداءتهم بالإسلام، وإن كان طبعا هذه رواية مرجوحة، لكن يعني مال لها ابن القيم، فإن ابن القيم يرى جواز بداءة غير المسلم بالسلام، ذكر في زاد المعاد، لكن مشهور المذهب هو التحريم أنه لا يجوز بداءتهم بالسلام، لكن يبدأ بغيره كيف حالك وغير ذلك من الألفاظ، لكن لا يبدأ بالسلام لأن السلام في معناه التأمين. يقول ويمنعون من إحداث كنائس لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من المنع، وجاء أيضا في شروط العمرية. قال وبيع وهي ما يتعبد به اليهود أو وهي معابد اليهود. قال وبناء من هدم منها ولو ظلما، أي ويمنعون من بناء من هدم ولو كان انهدامه ظلما بأن قام بعض المسلمين بهدمه فإنه يمنعون منه. قال ومن تعلية بنيان على مسلم، أي ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم لأن فيه علوا لهم ولا مساواته له. قال ومن إظهار خمر، أي ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، فلا يضربون ناقوسا يسمع ولا يظهرون خمرا وخنزيرا، وإنما يقرون عليه إن كان في داخل بيوتهم، كذلك لا يجهرون بكتابهم لا يقرؤونه علانية. يقول وإن تهود نصراني أو عكسه، أي تنصر يهودي، لم يقر، أي لم يقر على الدين الثاني، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، يعني يجب عليه أن يرجع إلى دينه الأول أو أن يسلم، وهذا بناء على عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه، حتى لو انتقل من دين إلى دين من يهودية إلى نصرانية فإنه يقتل. ثم قال الشيخ فصل، وهذا آخر الكتاب أو الكتاب كاملا، قال وإن أبى الذمي، ذكر في هذا الفصل أحكام نقض العهد ونقض الذمة، عهد عقد الذمة. فقال وإن أبى الذمي بدل الجزية بأن امتنع من بدلها، وهذا مفهوم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وإن لم يعطوا الجزية فإنهم لا يكونون يعني ذا ذمة. أو التزام حكم الإسلام، رفض أن يحكم ينزل عليه حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. أو زنا، أي إذا زنى بمسلمة، وفي حكم الزنا اللواط أيضا نص عليه الفقهاء. قال أو قطع طريق بأن قام الذمي بقطع طريق، أو تجسيس اللي هو التجسس، أو إيواء جاسوس لأنه من مما لم يعني أن خالف ما عاقدناه عليه. قال أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء، الذمي إذا سب الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استنقص القرآن بسوء فإنه ينتقض عهده ويلزم قتله، وذلك لقول الله عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وألف الشيخ تقي الدين كتابا في 3 مجلدات في تقرير هذا الأصل، وهو أن الذمية إذا سب الله ورسوله أو كتاب الله عز وجل فإنه ينتقض عهده ولا تقبل توبته. والكتاب اسمه الصارم المسلول لشاتم الرسول. قال: انتقض عهده دون نسائه وأولاده، أما نسائه وأولاده ما داموا لم يفعلوا شيئا من ذلك فإنهم يبقون على عهد الذمة. قال: وحل دمه وماله، جاز قتله وأما وقلت لكم الشيخ تقي الدين يقول يجب قتله، وأما ماله فإنه يؤخذ ويكون هيئا للمسلمين. بذلك نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب الجهاد كاملا اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب البيع عاننا الله جميعا عليه.